المنادون لرحمة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه سيستجيب إمام الزمان لهذه الرحمة، لكن على طريقته ليست على طريقته. الطريقة التي سيحفظ بها المؤمن وسيحفظ بها ما استودع في أفئدة المؤمنين. بعضهم أمات ما استودع له في نفسه، وبعضهم نسي ما استودع له في نفسه. وفي كل يوم إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ينعم على بواطننا وأفئدتنا. أليس هو ميراث وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ وهذا ما ورد عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس هو حقيقة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد؟ أليس هو حقيقة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات؟ كل ما ننعم به في هذا الوجود من ملكوته الأكبر إلى الأرضين السابعة السفلى هو في نظرة منه، وهو في إظهار اسم الرحمن. وقد ظهر هذا الاسم بوجوده المبارك الذي أطعم المؤمن والكافر.